إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله، وصل بنا المقام في درسنا الماضي عند الفوائد والأحكام المتعلقة بتبويب الإمام البخاري، باب قصاص المظلوم. وذكرنا حديثين رواهما الإمام البخاري، ودرسنا إسنادهما ومتنهما. طبعا الأول نذكر به حديث أبي سفيان عندما شكت هند رضي الله عنها زوجها أبا سفيان رضي الله عنه أنه كان يعني يضيق عليها في النفقة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تأخذ حقها ولكن بالمعروف. شرحنا هذا الكلام مفصلا في درسنا الماضي. ثم ذكرنا أو روى الإمام البخاري حديث الضيف أنه له حق في الضيافة، فإن امتنع هذا الشخص الذي استقبله عن ضيافته وهو قادر على أن يضيفه، فله أن يأخذ ضيافته من غير استئذان. وشرحنا الملابسات والظروف والعادات، لا نريد أن نعيد، لكن هذه تذكير حتى نقف مع الفوائد والأحكام. الفائدة الأولى ذكرها ابن بطال، قال: اختلف العلماء في الذي يجحد وديعة غيره. يجحد وديعة غيره، فلان ترك عند آخر أمانة وديعة، وهذا الآخر جحدها عندما جاء الأول وقال له أعطني إياها، أنكرها وجحدها. ثم يجد المودع اللي هو الأول له مالا، هل يأخذه عوضا عن حقه أم لا؟ هذا الشخص وجد مالا لهذا الشخص الأول، قدم وديعة للثاني أمانة خليها عندك، فإذا بالثاني يجحد هذه الوديعة، لكن دارت الأيام فإذا بالأول يجد مالا. والمال في زمن العلماء السابقين ليس المال في زماننا حصره بالنقد، لا، المال كما قال ابن حجر الساكت الناطق، يعني ممكن وجد غنمة، وجد سلعة، وجد أي شيء، هذا مال. فهل يأخذه؟ طبعا ذكرنا احنا في درسنا الماضي جواب هذا السؤال، لكن هنا نذكر أن الخلاف حاصل. ماذا قال مالك؟ قال مالك لا يفعل، يقول لا يأخذ هذه الغنم مثلا المطرفة، أنا أعطيته 100 غرام ذهب، فقلت له أريد أن أسافر، فإذا رجعت أعطني مالي. قالوا أهلا وسهلا، لا إشكال، أعطني 100 غرام، لكن عندما أنا رجعت جحدها وقال لا مال لك عندي، لا ذهب عندي، وأنا أخطأت أني لم آتي بشهود، أخطأت، لأنه كثير من الناس يقول نحن على الأمانة وعلى الثقة وما لا, لا 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 لا، الشرع حثك على الإشهاد، فأنا مثلا أخطأت ولم آتي بشاهدين ولم آتي بإعلان حتى، فذاك الشخص جحدها وأنا ذهبت للقاضي،
فقلت جحد مالي وجحد وديعته. فسأل القاضي أول شيء هل عندك بينة؟ قلت لا. قال لا أستطيع أن أساعدك الآن، ربما آتي به ويجحد. وعندما أتى به يعني تنزلا قال نريد أن نسألك، هل لفلان عندك مال؟ أبقى عندك ذهبا؟ فقال لا، لم يبقي عندي ما، سفيان ما أعطاني ذهب. فطبعا الآن لا حاكم أعطاني ولا قاضي نفعني ولا هذا الشخص اعترف بمالي، والخطأ مني أني لم آتي بشهود وضمانات وما شابه. فدارت الأيام فإذا بهذا الشخص عنده غنما، عنده غنم، وهذه الغنم مطرفة، 4-5 غنمات، أنا 100 غرام، الغرام في سعر الآن صار 48 لغرام الذهب، خلينا نحكي حق حوالي 5000 دينار. فوجدت 10-20 غنمة، 10 غنمات، الغنم ب200، يعني هي 2000 دينار، فهل لي أن أخذها؟ حصل خلاف بين العلماء. احنا طبعا ذكرنا الراجح في درسنا الماضي، لكن الآن نذكر الخلاف. مالك قال لا يفعل. إذا ماذا لو سألت مالك هل أخذ 10 غنمات؟ ماذا يقول لك؟ لا تأخذ، لا تفعل. قول آخر عند مالك، ها، يأخذ إذا وجد ماله. قيد مالك، أخذ الغنمات شو؟ لا. طب شو أخذ؟ لا. إذا وجدت مالك الذهب الذي أعطيته إياه، أعطيت الذهب عودسه حطه على جنب طرف، تعرف ذهبك، فمثل هذه الحالة يجيز مالك أن تسترجع مالك. لكن لو غنم يقول لك لا. إذا أول قول لا تفعل، القول الثاني لا يتعارض مع الأول، تأخذ يأخذ إذا وجد ماله ولم يكن فيه شيء من الزيادة. فتنك جيت أخذت 100 غرام ذهب، لقيت حاطط معهن إيش كمان 100-200 إن شاء الله غرام، فمالك بيقول خذ 100 فقط ولا تأخذ أي شيء زائد، استرجعت مالك. هذا قول مالك، القول الأول لا يختلف عن الثاني عن مالك. طيب القول الثالث، إذا لم يكن على الجاحد للمال دين، يعني الغنمات أخذها، القول الثالث ماذا يقول عن مالك؟ اسمع بدك ترفع إيدك عشان نفهم، ماذا يقول القول الثالث؟ أخذ الغنمات 10 ولا ما أخذ؟ القول الثالث ماذا يقول؟ نعم، يقول لك حالتان، حالة يجوز لك أن تأخذ 10 بشرط أن لا يكون عليه دين، يعني الغنمات هاي جايبها بإيش؟ بالدين. الحالة الثانية لا دين عليه، لا هذا من ماله، فلك أن تأخذ 10. شوف يا جماعة، موضوع الدين موضوع يعني ينبغي للإنسان أن يهرب منه كما يهرب من الأسد. ومر معنا سابقا أحكام الدين لا نعيد، فموضوع الدين دائما أهرب منه، لا تلجأ إليه إلا عند الحاجة، لا أقول عند الضرورة، عند الحاجة، ذكرنا هذا سابقا لا نعيد. فكيف بمن يلجأ إلى دين الربا إذا كان الدين المباح دينار بدينار لا تلجأ إليه إلا وقت الحاجة؟ فكيف بالربا؟ حقيقة الذي يقبل ويأخذ قرض من البنك ويقع في الربا، هذا وقع في سلسلة محظورات ليس فقط الربا، ولا لسنا بصدده الآن. إذا انتهينا من قول مالك، إذا 3 أقوال، من يعيد الأقوال الثلاثة أو الروايات عن مالك؟ من يعيد؟
وين باقي الأصابع؟ تفضل. إنه إذا وجد ماله لا يأخذ منه شيئا. اشرح كويس حبيبي. أنه إذا وجد ماله عند الذي جحد حقه لا يأخذ منه شيئا. لا مش هيك القول الأول. أنه تفضل. نعم. أنه إذا كان هذا الرجل أو وضع وديعة عند شخص، إذا وجد مالا عند الأول فلا يأخذ، زي الغنمات. القول الثاني أنه يأخذ إذا وجد ماله بعينه. إذا يأخذ إذا وجد ماله بعينه. القولين شو مالهن؟ متوافقات عن مالك. القول الثالث أنه يأخذ إذا لم يكن هذا الجاحد عليه دين. يأخذ الغنمات إذا تأكدنا هذا الشخص ليس عليه دين، لا يأخذ إذا كان عليه دين. إذن ثلاثة أشياء. أبو حنيفة ماذا يقول؟ كل هذا نقلا عن ابن بطال. يقول أبو حنيفة يأخذ من الذهب الذهب، ها يعني لا يشترط. أخذ منك 100 غرام ذهب أساور، فوجدت 100 غرام ذهب خواتم، فلك أن تأخذ. المهم عندما أخذ ذهب بذهب، ومن الفضة الفضة، ومن المكيل المكيل، يعني وسع شوي. إذا أخذ أرز فلك أن تأخذ أرز أو عدس بالمساواة، المكيل بالمكيل، ومن الموزون الموزون. هذا قول. قال زفر، من زفر؟ من أشهر تلاميذ أبي حنيفة. طبعا أكبر تلاميذ أبي حنيفة كما هو معروف لدى طلبة العلم اثنان، واحد مين؟ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، والثاني محمد بن الحسن الشيباني. والعجيب يا جماعة أن من أوائل تلاميذ أبي حنيفة أبو يوسف، ومن آخر تلاميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني، ومع ذلك بينهما تلاميذ كثر، ومع ذلك هم الثلاثة في المذهب. يعني لا تقول والله أنا إلي 20 سنة مع المشايخ. إلك 20 سنة لكن شو مالك؟ مكانك رائع، شو الفائدة؟ محمد بن الحسن جاء آخر واحد، ومع ذلك أصبح قرين أبي يوسف. وبينهما علماء في المذهب الحنفي، من بينهم زفر بن الهذيل، له اختيارات، وجمع أحد المعاصرين مجلدين في اختيارات زفر بن الهذيل، إمام من أئمة الحنفية وعالم كبير وفقيه. فماذا قال اختار؟ قال وزفر له أن يأخذ العرض بالقيمة. إيش يعني بالقيمة؟ يعني إذا كان أي شيء لك أن تأخذ بنفس القيمة، لا يشترط الكيل بالكيل والذهب بالذهب. يعني ممكن أنت أخذ منك ذهب أن تأخذ أي شيء لكن بنفس القيمة. أخذ غنم جائز. صار قول زفر موافق لقول مالك في إحدى الروايات عنهم. طبعا احنا نذكر الان بالراجح في هذه المسألة، هل يأخذ الغنمات ام لا؟ قلنا يأخذها بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة. تفضل. ما هو بطلقش تحكي والله بتلخبطني. ما هي الشروط الثلاثة التي ذكرناها في الدرس الماضي؟ واحد ان يأخذ بمقدار ما صرف. اذا واحد أن يأخذ، أن تكون هذا الغنمات إما بنفس القيمة المجهودة أو أقل.
إذن هذا أول شرط. اثنين، لا يكون هناك استئمام. نعم، الشرط الثاني ألا يكون هناك استئمام. مش فاهمين إيش يعني استئمام على الغنم؟ مش فاهمين، اشرح ما معنى أن لا يكون هناك استئمام على الغنم. شرحناه في الدرس الماضي شرح مفصل. ضيف عنده؟ نعم. الله يجزيك الخير، تفضل. إذا قال لك هذا البضاعة لي فدير بالك عليها، بمعنى الآخر دير بالك، هاي بالتعبير الأردني. إذا عندما هو يستأمنك الآن، نسي أو غفل أو ظن أنك لم تعرف أنه قد سرق، لأنه لا يشترط أنه استأمن وجحد، يجوز سرق خلسة وأنت رأيته لكن لم تستطع أن تقيم البينات، لأي سبب من الأسباب استأمنك، قال لك أنا سأغيب وعندي 100 رأس سأغيب عنك أسبوعا لو ترعاها ولك أجرة ولك مكافأة أو ما شابه، فالآن أصبحت تستطيع أن تسترجع مالك. في هذه الحالة لا يجوز. لما؟ لأن هذا استئمان، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. وهذه أصعب مرحلة في حياة هذا الشخص. لما؟ لأنه رد إليه ماله بسهولة بين يديه ومع ذلك يرفض. الشرط الثالث، الشرط الثالث لا يترتب على أخذه عقوبة من مثل السجن. نعم، ألا يترتب على أخذه أن يتهم بالسرقة وبالتالي يسجن، فبصير هو الأول البريء وإنت إيش؟ اللص الحرام. يا عمي أنا رجعت مصاري، أنا أرجعت مالي، أرجعت ذهبي. لا، ما عندك إثباتات، أنت حرامي. فإذا لابد أن تأخذها بحيث يغلب على الظن ألا تغال، ألا تسجن، ألا تعاقب، ألا تتهم بالسرقة. إذا هاي الشروط الثلاثة كررناها في الدرس الماضي 10 مرات، وآمل أنه إذا الدرس الجاي ذكرنا وسألناها أن تكونوا تذكرونها. وبعض الإخوة يقول يا شيخ أنا أفهم منك تماما، بستني أطلع من هون شو فبطير المعلومات. شو السبب؟ أنه لم يطبق هدي السلف في المدارسة. فالسلف كان عندهم ما يسمى بالمدارسة، فبعدما يخرج يتدارس مع إخوانه من طلبة العلم فيثبت المعلومات. تفضل يا أبو فلان اشرب عنا فنجان قهوة. آه بروح الآن أنا زورتك، السلام عليكم وعليكم. ما هي الشروط التي يجوز من خلالها أن يأخذ المجحود ماله من ذاك الآخر الجاحد؟ ما هي الشروط؟ بصير مذاكرة في العلم نثبتها. أما تعال اشرب عندي قهوة ونشرب ونوكل ونشرب ولا نتكلم في العلم، لا، ما ثبتنا العلم. فتحتاج لكي تثبت المعلومات إلى أمرين بعد فضل الله: 1 الكتابة، 2 المدارسة. وهنيئا لمن يجد من يدارسه، هنيئا، هذا كنز. واحد من إخوانك، وبالتالي سوف يحصل بينكما تثبيت للعلم. طيب، قال ابن الملقم نقلا عن الداوودي في تفسير ولا تخن من خانك، قال لا تأخذ أكثر من حقك. الآن تفسير ولا تخن من خانك اختلف العلماء في تفسيره. منهم من قال ما ذكرناه، وهي أنه متى استأمنك حتى لو كان قد خانك فلا يجوز أن تخونه. في قول آخر في تفسير هذا الحديث ولا تخن من خانك للداوودي، قال لا تأخذ أكثر من حقك. قال في المدونة: وأما من ائتمنه فلا يأخذ. قال ابن الملقن نقلا عن الإمام مالك في المدونة: أما من ائتمنه فلا يأخذ. إذن قالوا بهذا الشرط من؟ المالكية. المالكية قالوا بهذا الشرط حتى تأخذ حقك
يجب أن لا يكون قد استأمنك. طيب أربعة، قال الخطابي في جواز الحكم على الغائب في حكم الحاكم بعلمه. الحكم على الغائب، أبو سفيان كان غائبا فحكم بعلمه. هل عندما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضيا أم مفتيا رحمك الله؟ كان قاضيا أم مفتيا؟ على خلاف بين الفقهاء، فمن قال مفتيا قال لا، لا يشترط من المفتي أن يسمع من جميع الأطراف. لما رحمك الله؟ لما؟ لأن هذا إفتاء، والمفتي أسير المستفتي. بينما القاضي لو كان قاضيا فيجب أن يسمع من الطرفين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع من الطرفين، فهل هو قاضي ولا مفتي؟ الجواب يحتمل أنه مفتي ويحتمل أنه قاضي. طب أنت قلت يا شيخ لابد أن يسمع من الطرفين. نعم، لكن هنا مسألة أن القاضي يحكم بعلمه. كيف؟ هو يعرف ذاك الشخص، لا يحتاج أن يسمع منه. فبالتالي هو يعرف أبا سفيان ويعرف حاله، وابنة أبي سفيان عند مين؟ عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينهم صلة ولقاءات ومجالسات فيعرف أبا سفيان. فبالتالي هند رضي الله عنها ذكرت أم لم تذكر؟ فهو يعرف حال أبي سفيان. فإذا من قال أنه قاضيا قال لأنه هذا من أي باب؟ من يعرف يرفع يده. هذا من أي باب؟ شرحنا. تفضل. أي نعم، هذا حكم الحاكم بعلمه، حكم الحاكم بعلمه. بينما قال الطرف الآخر قال كان مفتيا، شو حجته؟ أنه لم يسمع من الطرفين. والمسألة سهلة، لأنه في الحالة يحتمل أنه كان قاضيا مفتيا عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر ظاهر هذا الحديث أن قرية الضيف واجب، قرية الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا عندما يكون يقدر ويملك. يعني أنت قلت تفضل تفضل عندي، فأنا نزلت عندك، الآن أصبح عليك واجبا ضيافتي. أما أنا أقول لك تفضل ثم بعد ذلك لا أكرمك فأنا مسيء. طبعا الأحاديث اللي في الفضل كثيرة جدا، وهناك كتاب اسمه أحاديث الضيافة، كتيب صغير مطبوع المكتب الإسلامي. لكن إيش المقصود أحاديث الضيافة؟ بما ورد في السنة من الحث على إكرام الضيف، على إكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهنا الشرع أمرك وأجاز لهذا المضيف أن يأخذ حقه من غير رضا صاحب من البيت. يعني أنا حطيت عندك ثلاجة قلت لك خلاص ما في داعي توكل، طبعا أنت استضفتني، لا بفتح وباكل. طبعا هاي الصورة أنت بشوز مش متصورها. في ذاك الزمان كان الوصول إلى الطعام ممكن من غير علم صاحب، مثلا أنت في بستان وفي دجاج وفي بيض، طبعا بدنا نفطر، ما يفطر ظل نايم الرجال. طب ما صلينا الفجر وقعدنا للضحى، وين من جوعنا؟ إلي حق عليك تفطرني ثلاثة أيام، جائزته ثلاثة أيام، ما أجاش. صارت الساعة 9 متنا من الجوع، شو العمل؟ في بيض، أسلق لك 5-6 بيضات خلينا نفطر عليهن يا رجل. هذا جائز؟ جائز بالشروط ثلاثة، انه برضو ما يترتب عليه مفسدة اكبر مثل تتهم بالسرقة او ما شابه. فهذا المقصود في كلام العلماء.
أنه له أن يأخذ، يعني في صور متصورة. ما هو دائما كثير من الناس مشكلته إذا درس الفقه يقرأ الكلام ولا يعي مضمونه. فأحد الإخوة اليوم بعث لي رسالة وهو أخ فاضل، قال يا شيخ كيف تقول أن الفقير في حال كفارة اليمين أو فدية الصيام نذهب له بالطعام جاهزا، لا نعطيني وهو يطبخ وما شابه. فبينت له يا أخي الفاضل أنك إذا بعثت له نيا فأنت وقعت في مخالفتين. المخالفة الأولى أنك أدخلت علي مؤنة تجهيز الطعام وهو يريد الطعام جاهزا. اثنين، خالفت هدي السلف، فأنس كان يجمعهم ويطعمهم ولا يعطيهم نيا. فذكر لي قال لا يا شيخ، هناك أثر عن ابن عمر أنه كان يقدم للفقير الخبز والتمر والزيت والسمن والأقط وهذا مش مطبوخ. قلت هذا لي وليس لك، لأن هذا الشيء لا يحتاج إلى طبخ، فالتمر تأكله إيش؟ مباشرة، والخبز تأكله مباشرة، والسمن أيضا يدهن على إيش؟ على الخبز ويؤكل. إلى غاية الآن نرى من أهل البداوة من يأكل السمن بالخبز. أنت لا تقيس على أهل المدينة أمثالنا اللي استكثرنا، لكن هؤلاء. فهو هذا الأخ الفاضل كيف وقع ولم يفهم المسألة؟ شو السبب؟ أنه لم يتصور المسألة على أرض الواقع، فهو لا يعرف أنه هو مدني يعيش في المدينة، فبالتالي لا يعرف أنه في ناس تأكل السمن والخبز وما شابه. هو بتصور كيف أنه الأكل الجاجتين بتطبخن في هذا وإشي وما لا. فأثر ابن عمر يلتقي مع أثر من؟ أنس، أنه كان يعد لهم الطعام. وأيضا هذا عندنا مشكلة، أن بعض الناس يظن أن الوليمة، وليمة العرس، لا بد من الذبح. الحديث يقول أولم ولو بشاة، يعني أقل شيء تستطيع ما يجزئ أن تذبح شاة، لكن قد تكون لا تستطيع حتى الشاة، لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولم بماذا؟ بالحيس، بالمرقة في التعبير، بالحيس والتمر وأشياء سهلة. يعني لو بعظم تساوي مثلا حيس مرقة وتطعم، أنت طبقت سنة الوليمة. الدين سهل والأمور سهلة، لكن المشكلة فينا نحن أهل المدينة نعقد الأمور. وهكذا هو الفرق بين التعامل مع أهل الديانة وأهل الاستقامة وبين من هو ركيك الدين ضعيف الإيمان. فتصور أنك دعوت قوما إلى وليمة عرسك، فعندما جاء وجد مرقة ويفت في الخبز وتفضل تفضل كله. إذا كان من أهل الديانة والاستقامة فسيقول لك تقبل الله منك طعامك وجزاك الله خيرا وسنأكل، وأكل ويشرب وينصرف وهو يدعو لك. بينما إذا كان ليس من أهل الديانة ولا الاستقامة فهنا تبدأ المصادمات ويبدأ التعليقات ويبدأ النكد ويبدأ الزعل ويبدأ الغضب. هذا هو الفرق في التعامل مع أهل الديانة وعامة الناس. أهل الديانة التعامل معهم سهل ولطيف، ويتقبلوا الحق ويقبلوا بأقل الأمور، بينما تجد هؤلاء القوم ضعاف الدين وضعاف الإيمان حتى لو أتيتهم بأفضل شيء سوف
يستمر في التعليق عليك والكلام ولا يعجبهم. إذا أنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا من أسباب تأخر الزواج. تأخر الزواج بسبب أننا ندخل على أنفسنا أشياء فوق طاقتنا. ما المانع أن يكون البيت لهذه البنت مكون من غرفة وملحقاتها، غرفة واحدة فقط تنام فيها، غرفة ما في غيره وزوجته، وملحقة بمطبخ تعد فيه الطعام وشو ظل. الآن تقول لي الضيوف، من سيزور هذه الفتاة؟ إما أبوها أو أخوها، وبالتالي يسهل أن تجلس معهم باختلاط. وهو ما في اختلاط، هذا حلال، هذا الأرحام، والأمر سهل حتى. فإذا الأمر يسير. طيب يا أخي برضو أمر سهل، أنا أخذ الضيوف عند دار أهلي، لا يشترط أن أستضيفهم في بيتي. الأمر الثاني، هم الضيوف رايحين جايين، ما هم بس وقت العرس أول ما تتجوز بيجوا يباركوا لك، بعدين بتصير تحلم بحدا يجي إيش يزورك من غير المقربين من الأرحام. إذا أنا لما أدخل على نفسي كلفة عالية في الزواج، غرفة ومنافعها، وينبني على ذلك إنه الإيجار يكون مخفضا. الأمر الثاني، تجهيز البيت يكون سهلا، وهكذا. وبالتالي أتشجع أتزوج أنا مدام أنا أتكسب وما شابه، فيسهل على الشاب الزواج. وكذلك المهور، انظر من السنة الذي يحدد المهر من؟ الخاطب، وليس أهل العروس. الخاطب هو يقال له ماذا معك، فيقول معي كذا، أستطيع كذا. ديننا دين يسر، لكن الذي يدخل علينا العسر ما هو؟ البعد عن الدين والبعد عن تطبيق الدين، وأن نعيش حياة ماذا؟ حياة ما يسمى بالحياة البعيدة عن الدين، الحياة المدنية التي لا تنضبط بأحكام الشرع. نحن لا شك أننا نقول لابد من مراعاة العرف، ونحن نتفق مع هذا، لكن العرف نوعان، في عرف فاسد يدخل على الشخص. كم من شخص ليلة العرس كلفه 10,000 دينار، ليلة العرس فقط، وثاني يوم وليمة ب10,000. شخص قال لي من أخي أنا تكفلت بوليمة عرس دفع 10,000 دينار. طب ليش هالكلفة العالية جدا هاي؟ لما هذا السبب؟ وآخر يقول نحن لا نتكلم عن من معهم الملايين، إن شاء الله بتدفع 200 مش 10,000، 100,000. لكن لا تطالب الشباب الناشئ بمثل هذه الأمور فتقسم ظهورهم، وينعكس على بناتنا يتأخرن في الزواج وتظهر العنوسة. والبنات يا جماعة أكثر من الرجال في كل زمان ومكان، فلابد من التيسير. إذا رجعنا إخواني في الله إلى النقطة التي ابتدأنا منها، وهو ما قاله ابن حجر، أن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرة. لابد أن نعرف واقع وحال هذه المسألة، ولا تقيسها على الحياة المدنية، لأنك في الحياة المدنية إن نزلت ضيفا سيعطيك غرفة ويغلق عليك، كيف بدك تأخذ حقك من الطعام أصلا؟ ما مش راح تعرف كل هذا الكلام. لكن ذكرت لكم أمثلة في هذا الواقع تستطيع أن تطبق كلام العلماء بما ورد في الأصل في السنة. قال ابن عثيمين طبعا موضحا، ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة كالمقاتلة مثلا، قلوا أنا لا بدي حقي، بدي ضيافتي، ويترتب عليها إيش؟ مشاجرة. سادسا قال ابن حجر، جزم الشافعي بجواز الأخذ
فيما إذا لم يكن تحصيل الحق بالقاضي. إذا رجعنا إلى المسألة الأولى وهي مسألة أن من جحد وديعتك أو سرق مالك ولم تقم بينات وأنت رأيته لكن لم تقم بينات على سرقته وتحاكمت إلى القاضي، فعندها تلجأ إلى الشروط الثلاثة. إذا البداية لابد أن تلجأ إلى القاضي ليرجع لك مالك وحقك. سابعا قال اتفقوا على أن محل الجواز في الأموال لا في العقوبات المدنية. يعني كل كلامنا الآن في تحصيل الحق من الغير متعلق بماذا؟ بالحقوق المالية وليس الحقوق البدنية. كيف يعني الحقوق البدنية؟ يعني ضربك فما بصير تقول أخذ حقي أضربه، لا. كل الكلام الآن عن ماذا؟ عن الحقوق المالية وليس بهذه الصورة التي نراها. ومنها قال أيضا تحذر من أن تنسب إلى السرقة، هذا ذكرنا. إذن إخواني في الله لابد من الانتباه إلى هذه الشروط وهذه الضوابط، وإلا أسأت في الفتوى، أسأت في الفتوى. ننتقل الآن إلى باب جديد من تبويبات الإمام البخاري. نعم نسمع. باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. نعم، باب ما جاء في السقائف. ما معنى السقائف بداية؟ ما معنى السقائف بداية؟ تفضل. جمع سقيفة هو المكان المظلل كالحانوت و ما يظلل به البيت. مش فاهمين، مش مفهوم. يعني انت قلت كما قال ابن حجر المكان المظلل بجانب الدار، ايش يعني في واقعنا؟ البستان الصغير او الحديقه الصغيره. وين حديقه وبستان؟ وين يضع مظليه امام بيته يا جماعه؟ المعرش، المعرش. وهذا العريشه والمعرش اللي بكون اما في فناء البيت او بكون امام البيت في الأماكن الواسعة، فهذا يسمى سقيفة. وهذا في زماننا ما زال موجودا، لكن في الحياة المدنية أكثر ما يكون في حدود البيت. المعرش أكثر ما يكون أين؟ في حدود البيت. طيب ما صلة هذا في كتاب المظالم؟ ما صلة المعرش في موضوع الظلم؟ شو الصلة؟ تفضل. هل يتأذى غيرك بمثل هذا الشيء حتى لا تظلمه إن كان مار طريق أو شغل ثاني؟ شو أظلمه؟ كيف بدي أظلمه؟ شو وين الظلم اللي في الموضوع؟ كمروري مثلا. طب هيو ما وين الظلم؟ خلعوا على عورته. الآن يريد أن يبين لك الإمام البخاري أن هذه السقيفة ما دام أنت لا تتعدى على غيرك فلا حرج فيها. طيب وما دام أعطيت حق غيرك فلا حرج فيها. مش فاهمين برضو كيف، ما هو حق غيرك؟ واحد غض البصر اللي هي حق الطريق. اثنين رد السلام، ألقى عليك السلام ترد. ثلاث وهي أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعشان هيك يا جماعة لابد من الانتباه انه ما تقعد في الشوارع. أمر عليك في الساعة 10 في الليل قاعد بتقصقص بزر على سقف السيل، ما بطلع لك يا أخي. أنت ما بتعطي الناس حقها تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا والله ما بتدخل. بيكونوا بيسبوا الرب وبيدخنوا وبيشربوا خمر وكذا، وهو إيش الأخ بقصقص بزر. فأفضل شيء ألا تجلس في الشوارع، أفضل شيء أن تذهب وتسكن في بيتك، وإلا لحقك الإثم في مجالس الشوارع، لأنك مطالب بماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطالب بهداية الضال،
مطالب بغض البصر، مطالب برد السلام. رد السلام سهل، هداية الضال بدلك عطى سهل، لكن يبقى عندك غض البصر والأمر المعروف والنهي عن المنكر في زمن الضعف. فعشان هيك إذا مررت ورأيت مشكلة أنسب شيء لا تقعد تتفرج، أنت آثم آثم لأنك ترى من يضرب ولا تقوم بمنع الظلم عنه. طب أنا لا أستطيع، لا تستطيع، اهرب اذهب. أما تبقى تنظر، وبعض الناس بصير يصور في زمن الغربة، لا، مدام في مشاكل لك واحد من أمرين، إما أن تذهب وتمنع هذه المشاكل إن كنت تستطيع، وإن كنت لا تستطيع فأغلق بيتك على نفسك وابكي على خطيئتك. فيا إخوة، هذه المجالس التي نراها يجعلون الكراسي على أبواب البيوت وأبواب المحلات وأبواب قل لك والله أنا بتسلى بتفرج على الناس، عمي بتتفرج يا أخي، من السوار رايحات جايات متبرجات، قال لا والله أنا هيك بنعنش، أنا هيك بفرفش. فرفشت إيش يا حبيبي؟ متبرجات ملعونات يسرن في الطرقات، ليس المقام مقام تفرفش، المقام مقام أمر معروف ونهي عن المنكر. لا تستطيع، أغلق على نفسك الباب. هذا هو السقائف. فالسقائف هو كما قال ابن حجر المكان المظلل بجانب الدار، فهذا مكان مظلل يجلس فيه الناس. فبالتالي إذا لم تعطي هذا الشخص حقه، ومن بينها رفع الظلم عن غيره، منع المشاكل بين الناس، فقد وقعت في الظلم ووقعت في عدم إعطاء الناس حقهم. طب نكمل، إذن ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ أي هذا باب في بيان ما جاء في السقائف. هذا باب في بيان حكم الجلوس في السقائف. شو الحكم؟ الحكم إذا كنت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر فاجلس، إن كنت لا تستطيع لا تجلس. وهذا يشترك مع ماذا في زماننا؟ شيء واضح جدا، وهو الجلوس في الحدائق، الحدائق العامة. والحدائق العامة مدام أماكن في تبرج ومعازف وأغاني واختلاط، خذ أولادك وابتعد. طب شو الحل يا شيخ؟ ننخنق؟ السؤال اللي كان يجيني دائما، شو الحل يا شيخ؟ طيب بدك تأخذ ابنك طب حديقة الحيوانات، الروح تبرج معازف أغاني، يعني ما نروح إيش على كلامك؟ لا نذهب. طيب الأولاد فيما يتعلق بالمراجيح وكذا، يعني ما نروح؟ إخواني في الله، لابد يكون عندك فقه إدارة حتى لا تمنع أولادك، وفي نفس الوقت لا توقع نفسك وأولادك في الإثم. اختر الوقت الذي لا يكون فيه أحد، أو قل من يجوء من يكون من الناس. فمثل واحد، أن تذهب في وسط الأسبوع، مش تذهب أيام العطل، جمعة وسبت، جمعة وسبت تجمعات للناس. فبالتالي اذهب أثناء الأسبوع، ابتعد عن العطل الرسمية أو الأسبوعية. اثنين، حاول أن تذهب في وقت الصباح. فعندما كذا مرة بفضل الله أخذت أولادي إلى حديقة الحيوانات، كنت لعلي أول واحد يدخل الحديقة مع أولادي. فبالتالي عندما ندخل ما في حدا، أولا يأخذوا أنفسهم، يأخذوا راحتهم في التنقل والنظر إلى الحيوانات واللعب معها ورمي الطعام والفتات وما شابه. الأمر الثاني، تبتعد عن المعازف وتبتعد عن الاختلاط والنساء. بل عندما بدأوا يلعبون فإذا به يشعل المعازف،
طب ما احنا ما فيش حدا كلياتنا 20 واحد الموجودين يعني اولادي واجت عائله. قلت له لو سمحت ممكن تغلق المعازف الاغاني؟ فاحدهم استجاب لانه ما فيش كلياتهم لمين اطفى استجاب. يعني حتى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايش يسهل علي. اما حضرتك وين رايح؟ رايح في وقت الذروه، في وقت العطله، في وقت اجتماع الناس. واستغفر الله وقعنا في هذا المحذور. فتفاجأنا لا في تجمع، طب هناك لا عرفنا لهم المعروف ولا ننا عن منكر وتبرج لا لا اطلع اطلع اخرج. فاذا شو الحل؟ ان تختار وقتا في اثناء الاسبوع ليس في ايام العطل. اثنين ان تحاول ان تذهب في الصباح. اما بالنسبة للحدائق العامة فالامر اسهل، تستطيع نحن نذهب بعد الفجر. وبعد الفجر كنت أرى نعم بعض كبار السن وبعض النساء للأسف متبرجات، لكن امرأة عجوز خريفة يعني ومع ذلك متبرجة، ما حدا ينظر إلي لا من قريب ولا من بعيد، أقل المفاسد. ويبدأ الأولاد يلعبوا، قال يعني طالع تمشي الاختيار عمر 70 ولا 65 وما شابهي وصاحباته، يعني حالات قليلة وغير فعالة في الفتن. فيبدأ الأولاد يلعبوا بالمراجيح، يلعبوا هكذا. إذا نستطيع ولا بد أن نحاول حتى نربي أبناءنا وأولادنا، وفي نفس الوقت لا نحرمهم من ماذا؟ من الذهاب. وما في يوم العيد هذا الأولاد يريدون أن يذهبوا إلى المطعم، ذهبنا إلى المطعم واخترنا مطعم يعني في أماكن طبعا لحوم وما شابه، وفي نفس الوقت ذهبت في وقت التجمعات قليلة. وبفضل الله عز وجل ذهبنا إلى المطعم وأكلنا وشربنا، وذهبنا لمطعم آخر للحلويات وما شابه، وكل هذا والاختلاط والنساء وهذا غير موجود، غير موجود. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنت بهذا تجمع بين الخيرين، خير الأول أنك ابتعدت عن أماكن الاختلاط والمنكرات، الأمر الثاني أنك لم تمنع ولم تحرم أولادك بحيث يصبح عندهم رغبة للذهاب إلى هذه الأماكن، أعطيتهم رغبتهم بهذه الضوابط. ومع ذلك فنحن نعيش في زمن غربة وفي زمن صعوبة، والحريص من يحاول قدر الإمكان أن يربي أولاده، والناس يهربون من تربية الأولاد لأن تربية الأولاد مسلك صعب ويحتاج إلى تعب وجهد، وخصوصا في غربة هذا الزمان. فما أسهل أنه يروح على صلاة الفجر، قم على صلاة الفجر، لكن الصعوبة أن توقظ أولادك. لا أخفيكم ربع ساعة في هذا اليوم أو البارحة وأنا فقط أوقظ واحد، الأخ سهران، وعند الفجر فإذا به مثل يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله فراغ. فبدأت أكافح وأصمم وبكافة الطرق، ولكن مكث معي ربع ساعة حتى أيقظته بفضل الله. هذا التعب ولا مش تعب؟ تعب. فكيف باقي الأولاد؟ واحد ثاني دخل على بيت الخلاء راح نام جوا، فطرقت عليه الباب نشو فيه بدي أطلع يلا في غيرك. هذا كله عشان تعرف الأمر كم هو صعب. فالناس لا يربون، يقول لك ليش يا ربي شو بدي فيه ليش يا ربي أولادي هذا صعب، يلا يلا أنا بروح على الجامع. شو تروح على الجامع؟ هذا سهل، لعين في الأذان الأول في المسجد. طب أولادك أحفادك ما بعرف عنهم إشي، الساعة 7:30 بيصلوا الفجر ولا ما في ترباية. طب هلا طب زوجتك مقصرة ما بتربي من وراك، ما بتوقظ من وراك، بدك تصحي الليلة كلها قبل ما تروح على الفجر، ما لحقت ارجع لهم صحيهم. اما حضرته ايش صلى الفجر وظل قاعد للضحى. طب اولادك والله ما
أو بسافر على بلد أخرى من أجل المال، أولادك وراك، والله يعني بتصل تلفون، أولادك إيش دمرتهم أنت، يحتاجون أن تكون بينهم حتى تربيهم. وهكذا فتحنا موضوع آخر، لكن هذا كله إيش فيما يتعلق بما ذكرنا في موضوع السقائف. نعيش الآن مع المعلق الأول. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. جلسوا في سقيفة بني ساعدة. من يبين لنا أين هذا المعلق موصول؟ تفضل. وصرح المصنف في صحيح كتاب العشر باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته، حديث رقم 37 و605. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. والشاهد حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه. نعم، فكما قال أخونا رواه البخاري في صحيح كتاب الأشربة باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته، رقم 37 و605. وفي حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه. إذن الجلوس جائز لكن بالشروط التي ذكرناها. نسمع الحديث وهو أثر. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنه قال قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. إذن أين الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الأثر؟ أين الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الأثر؟ الأنصار جلسوا في سقيفة بني ساعدة. نعم، أن الأنصار جلسوا في سقيفة بني ساعدة فأيش؟ فجئناهم، فجلس فيها أيضا أبو بكر وعمر. إذن هذا هو الشاهد. فالجلوس في السقائف لا حرج ما دام توفرت الشروط السابقة. من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا؟ تفضل. يحيى ابن سليمان ابن يحيى بن سعيد الجعفي أبو سعيد الكوفي نزيل مصر، مات 37 و200. نعم، هو صدوق يخطئ. نعم. ابن وهب عبد الله ابن مسلم عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد البصري الفقيه المصري أيوة الفقيه ثقة حافظ عابد، مات 97 وله 72 سنة. مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقدين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد لا نحتاج. مات 79 و100. يونس ابن يزيد ابن أبي النجار الأيلي أبو يزيد آل أبي سفيان، مات 59 و100. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات 25 و100. وبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهدلي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه ثبت، مات 94. ابن عباس عبد الله ابن عباس بن عبد المطلب بن عاد بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في الطائف، مات 68 بالطائف. نعم، عمر بن الخطاب الله مرضى عنه. من يساعده؟ تفضل. عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب القرشي العدوي، يقال له الفاروق أمير المؤمنين، مشهور جم المناقب، استشهد في ذي الحجة 23 وولي الخلافة 10 سنين ونصف. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد. إسناده نازل سباعي. نعم، إسناده نازل سباعي. إسناده نازل سباعي. اثنين. شيخ البخاري
شيخ البخاري من أفراده على مسلم، شيخ البخاري من أفراد على مسلم ثلاث، فيه الإقران في الرواية عن الشيوخ، فيه الإقران بالإسناد. فعندنا هون يونس ومالك ثلاث أو أربعة، فيه رواية الصحابي عن الصحابي خمسة، خمسة نعم، فيه رواية التابعي عن التابعي. من الفوائد والأحكام، لا الأول كوفي لكنه نزيل مصر. قال ابن بطال: من اتخذ السقائف له مجلسا فذلك مباح له إذا التزم ما جاء في ذلك من واحد غض البصر، اثنين رد السلام، ثلاث هداية الضال، وباقي الشروط مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما فصلنا ذلك. أدركنا الوقت، نسمع الأذان، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمن الرحيم. إذا كان أحد الإخوة يريد سؤالا فليتفضل، ونسأل الله أن يعيننا على الجواب الصحيح. تفضل شيخنا بارك الله فيك. مال الوديعة هل له أن يتصرف به؟ نعم، إذا استودعك أحدهم مالا فليس لك أن تنتفع به ولا أن تتصرف به إلا بإذنه. اثنين، أن يغلب على الظن أنك لن يهلك معك ولن تتلفه. فإنسان أعطاك 10,000 دينار فقال هذا وديعة عندك، سوف أسافر إلى العمرة وأرجع، فأنت قلت له: هل يمكنني أن أستخدمها 10,000 إلى أن ترجع؟ وعندما ترجع أرجع لك 10,000. فهذا جائز بشرطين. الشرط الأول أن يأذن لك أنك تستخدمه. الشرط الثاني أن يغلب على ظنك أنك لن تتأخر عنه، فبس يرجع: يا أبو فلان أعطينا 10,000 دينار، خذ هاي 5,000 سلك حالك. إيش سلك حالك؟ أعطيتك 10,000 عشان ترجع لي إياهن 10,000. يا أخي حقك ما بضيع عنا. إيش بدي كاملات أنا 10,000؟ أما ما نرى عند أحدهم قل لك، وهذا حقيقة، قصة حقيقية، تفضل وابقى سدك أنا ما بضيع لك حق عنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هاي قصة حقيقية. فلذا بعض الناس بسبب ضعف الذمم لجأوا إلى البنوك، وإن هذا غير عذر، لكنه ينبغي التنبه أن قلة من يضبط ويحفظ الأمانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم غيره، تفضل. شيخنا بارك الله فيك. رجل ينادي زوجته مازحا لها: ماما أو أمي، هل يقع فيه شيء من الظهار؟ هو لا يقع، لكنه أساء العبارة، أساء العبارة بقوله يا أماه، أو حتى بالتعبير الدلع ماما وما شابه. فلا نريد أن نتكلم شو في محظور في ماما وبابا، لكننا نتكلم عن شيء آخر، وهو فيما يتعلق بأنه خاطب زوجته بخطاب الأم، وهذا لا يجوز. وإن كان لا يقصد الظهار لكنه ذكر منكرا من القول وزورا، وقد يقول قائل لم يقصد، على الأقل تشبه بمن قال منكرا من القول وزورة. لكن هل يقع الظهار؟ لا يقع، لأن الأحكام اليمين مبنية على النيات، أحكام اليمين مبنية على النيات، واللفظ يدل عليه لكن المرجع هو النية. نعم غيره. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.